نعم الحقيقة على بناء على متغير مهم جدا كان ينظر إلى منطقة الشرق الأوسط على أساس فلسفة الجغرافيا والتأريخ واضح جدا أنه في إدارة الصراع بدأت الرؤية تختلف الجغرافيا والطاقة وهذه المعادلة مهمة جدا لا سيما أنه إحنا إذا درسنا الآن المعادلة ندرك حقيقة أن الدعم الذي طرحت طرحته كفرضية جنابك الكريم في تساؤلاتك لماذا هذا الدعم الغربي الامريكي الى اسرائيل بالوقت الذي اسرائيل تخترق فيه قواعد الاشتباك بل اكثر من ذلك تتخطى وتتجاوز القانون الدولي لأن هناك رغبة في الإعداد لدور جديد إلى إسرائيل ستلعبه بوصفها بوابة الشرق الأوسط إلى أوروبا على مستوى الغاز بعد أزمة الغاز الأوكرانية فاذا الادوار بدات تتغير ومسرح الاحداث يتغير وبدات الجغرافيا تربط العلاقات الدوليه وهذا التقارب بين الفلسفه الفرانكوفونيه مع الانجلو هو ليس بعيدا عن التوازن الذي يجري في معادله التمهيد للشرق الاوسط الجديد، يعني لو تلاحظ فرنسا تذهب باتجاه لعب دور الوسيط المعتدل بين الاقطاب روسيا الصين ايران وبين الولايات المتحده بريطانيا، ادراكا منها ان لديها استثمارات كبيره جدا في ايران، وايران بدات بشكل او باخر تنحى لتبني خيار البعد الاقتصادي على حساب البعد الايديولوجي، ولذلك هي تمتنع اخذا بمبدا ضبط النفس في خوض المعركه لما تمثله المعركه ان حصلت. من تطور في تاثير اوروبي امريكي على مسرح الاحداث في الولايات المتحده، يعني على سبيل المثال الان يعني اسرائيل تستهدف منظومه القياده لحزب الله في قنابل المارك 84، والمارك 84 هي ممكن ان تلقيها وهي قنابل غير موجهه، ممكن ان تلقيها الاف 16، فلماذا تستخدم الاف 35؟ وتقوم بمناورات عاليه الدقه. هي تضرب في لبنان وترسل رسائل الى ايران ان القدرات المستخدمه قابله على ان تتخطى الحدود وتصل الى ايران لايجاد حاله التوازن، فاذا ما هي الفكره من ما هي الجدوى من البحث عن الجغرافيا؟ اسرائيل ترغب في ازاله الهاجس الذي لطالما رافقها وهي عدم امتلاكها للعمق الاستراتيجي الضامن. للعب دور في التوازن الشرق الأوسطي، فتبحث عن جغرافيا في غزة تمدد الجغرافي في غزة والتمدد الجغرافي في لبنان لتحقيق أطلالة بحرية واسعة ضامنة لدور البوابة للشرق الأوسط على مستوى الغاز الطبيعي علما أنه كان سابقا أن بوابة الشرق الأوسط للغاز الطبيعي هي تركيا وكانت تفرض إرادتها على أوروبا وترغب في الدخول إلى النادي الـ الأوروبي عبر أنها بوابة الشرق الأوسط للغاز وكنا نأمل في منظمة غاز الشرق المتوسط كعرب أن مصر تكون البوابة حتى تنهض باقتصادها وتحقق عائد مالي يحقق لها إنكم ونهضة اقتصادية ولكن واضح جدا أن أوروبا والولايات المتحدة وجدوا أن البوابة الضامنة لأمنهم القومي على مستوى أمن الطاقة لأوروبا والضامن لأمن الحليف الاستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة هي إسرائيل وعملوا إلى هذا التوازن